بنتعلم منه. معركة عين جالوت سنة 658 هجرية، معركة قادها سيف الدين قطز، وكان اسمه محمود ابن مندود. محمود ده مش هقول لكم قصته ايه، اكيد انتوا عارفين جزء من القصة، ولكن سيف الدين قطز ده لما تتخيلوا انه لم يحكم مصر الا سنة واحدة، وفي خلال السنة دي رد همجية التتار، والعالم كله ما قدرش يقف قدام التتار. سيف الدين قطز سنة واحدة مسك مصر في ذي القعدة سنة 657، ومات سنة في ذو القعدة برضه سنة 658. تخيل سنة واحدة قطز يمسك فيها البلد، يزيح الملك الصغير من العرش 15 سنة مش هينفع، قال له ريح انت شوية، ومسك سلطنة البلد، وأصبحت مصر بما والاها وما حواليها تحت سيف سلطان الدين قطز. الرجل ده في عز شبابه وفي عز قوته وعنفوانه بيموت، بس بعد ما بيعز ربنا به الإسلام والمسلمين. التتار بيطلعوا من جزء صغير منغوليا جنب الصين، ياخدوا الصين وياخدوا نص أوروبا وياخدوا روسيا وياخدوا دمشق وياخدوا نص الإسلام، نص الدول الإسلامية. التتار يمر بده كله، والبلد اللي يدخلها التتار يولع فيها ويستبيح النساء ويقتل الرجال ويقتل الأطفال وينهى بالثروات. ما خلوش بلد راحوها اللي ما نهبوها وأذلوا أهلها رجالا ونساء، لحد ما دخلوا بغداد وأسقطوا الخلافة العباسية وقتلوا ما يقرب من مليون مسلم، واستباحوا الكنائس واستباحوا المساجد واستباحوا النساء، استباحوا كل شيء، حتى دخلوا بخيولهم المساجد وقطعوا المصاحف، ما سابوش حاجة خالص، حرقوا البيوت وما سابوش، يعني المغول ما يعني ما سابوش حاجة على الأرض اللي ما أفسدوها، إلى أن وصلوا احتلوا بقى، خدوا غزة ودخلوا على فلسطين ونابلس والحتت دي كلها، استوطنوا هولاك وما سابش. جنكيز خان بدأت بجنكيز خان سنة 603 إلى أن وصل إلى هولاك، خد بغداد وخد نص العالم الدول الإسلامية، وأخوه مات مشي وساب الجيش مع واحد كان اسمه كتبغة، ده كان هو قائد الجيش بعد هولاك وما مشي وساب الجيش، وبعد كده هيبقى في قصة تاني. المهم قطز ده وقف وقفة رحمة الله عليه، رحمة الله على هذا الرجل الذي أعز الله به الإسلام وأعز به مصر ودمشق وبلاد الشام جميعها. وقف قطز وأرسل إليه هولاكو رسالة يقول في فحواها: سلمونا مصر وإلا سينالكم من الصغار والهوان والذل وغير ذلك مما نال من سبقوكم، استباحة لرجالكم ونساؤكم وأموالكم وكل شيء. فما كان رد قطز إلا أنه قطع هذه الرسالة وقتل رسل هولاكو. ما خافش، معنى أنك قتلت الرسل بتاع هولاكو يبقى أنت أعلنت الحرب على التتار، وانت فين قوتك انت وقوة التتار اللي خدوا العالم كله، نص اوروبا، الصين، روسيا بالكامل، الصين ما سابوش، لحد ما وصلوا كمان لنص الدول الاسلامية خدوها، ما بقاش بينهم وبين مصر غير غزة بس، ما فيش غيرها بس. قطز قال لهم لا، يجب ان احنا نقف، اللي بيأديكم بتاكلوا من بيت المال طول عمركم، تاكلوا من بيت المال، بكرة مش هتلاقوا بيت مال، طول عمركم عايشين في أمن وأمان،
لو ما اتحدناش وبقينا ايد واحدة مش هيبقى فيه لا امن ولا امان. طول عمرنا بناكل ونشرب واحنا مبسوطين، لو افترينا مش هنلاقي لا اكل ولا شرب. ده اللي حصل مع قطز بيحصل معانا النهارده. اللي حصل من الراجل ده انه استفتى اهل العلم والخبرة فيما يفعله، كان رجل متدين ويقيم الليل كله ويقرأ القرآن كاملا ويقرأ ما تيسر في الصلاة ويؤم المصلين ويخطب للناس، كان رجل عنده دين. والعز بن عبد السلام كان فقيه الأمة في الوقت ده، وكان بيحترم العلماء جدا 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 ويقدرهم ويسمع لكلامهم. قال له أفتين، احنا عاوزين نعمل جيش ونقوي الجيش، لان الجيش اللي عندنا مش هيقف قدام التتار، نعمل ايه؟ قال له يجب ان تجمع اموال الوزراء وكبار البلد، كبار الدولة كلهم والوزراء بتوعك والامراء كلهم، نجمع الاموال اللي عندهم وابدأ بنفسك. فما كان من قطز الا انه اتى بجميع امواله، وما عنده من غير الاموال باعه في السوق واتى بثمنه حتى يسلح الجيش، وجاب الامراء كلهم وكبار البلد والوزراء. اديكوا شفتوا انا عملت ايه عشان اسلح الجيش، اعملوا زيي والا لا هتلاقوا جيش ولا دوله ولا بيت مال ولا تلاقوا نسوانكم ولا عيالكم. ابنك اللي بيقول لك يا بابا ويجري وراك النهارده ده هتلاقيه مقتول قدام عينيك. زوجتك اللي انت بتغير عليها من الهوى الطاير هتلاقيها مستباحه قدام الناس كلها. يبقى لازم نعمل جيش قوي، لازم نسلح الجيش. وبيجي يبكي يكلمهم ويبكي حتى ابكى جميع الامراء والوزراء، وجادوا بما عندهم، كل امير ووزير وكبير في البلد جاب كل اللي عنده وسلحوا جيشا قويا. وقبل ان يخرج الى القتال وقف امامهم وقال لهم توبوا الى الله واندموا على ما فعلتم، فلن يدخل المعركة منكم واحد عليه ذنب. اسمعوا يا اخوانا، معركة عين جالوت واللي حصل فيها، طولت عليكم شوية في المعركة دي سامحوني. كل واحد يتوب لربنا، اغتسلوا جميعا وتوبوا الى الله، ومن عليه ذنب يستغفر الله، ومن عليه دين فليسدده. ولم يخرج معي احد عليه ذنب. شفتوه؟ شفت قوة الإيمان هي اللي بتتكلم؟ التتار اللي غزا العالم كله يتكسر على إيد مصر والمصريين، على إيد قوة الإيمان. ياخد الجيش بتاعه وكلهم إيد واحدة، مفيش واحد في الجيش قال كده ولا كده، الجيش كله بيجي إيد واحدة، بيجي قوة واحدة، بيجي كلمة واحدة. خرجوا كلهم ووضع خطة محكمة، ناس بتطيع الأمير، ناس عارفة إيمانه وقوة إيمانه. قال لهم الخطة بتاعتنا على ثلاث مراحل، وقال الخطة قدام القادة اللي معاه، والقادة قال لهم اشرحوها للجيش. أول شيء إن احنا أول ما ننزل، هننزل على غزة في مجموعة من التتار في غزة، هيبقى أول قتال لنا في غزة. وأول ما دخل غزة حدث اقتتال بينه وبين المجموعة من التتار، انتصر على المجموعة اللي في غزة. وقال لهم هندخل على الأم، على الجيش كله بقى بتاع التتار. أول حاجة نعملها أبعت الظاهر بيبرس ومعاه مجموعة يدخلوا على التتار يعملوا لهم صيدة
ويسحبوهم الى الساحل بتاع عين جالوت، كان هم دول بس اللي رايحين يحاربوا. بمجرد ما الظاهر بيبرس يجيب التتار كلهم في المكان ده، مجموعه من الجيش تغلق الجانب الشمالي اللي دخل منه التتار. بمجرد ما يدخلوا عين جالوت اللي هي جنب نابلس على طول في فلسطين، اول ما يدخلوا عين جالوت المكان ده نسد الثغره اللي هم دخلوا منها ولا يظهر الجيش كله. فبمجرد انهم يدخلوا عين جالوت ونقفل عليهم، لا مدد هيجي لهم ولا اي شيء، هيبقى كل التتار في قبضتنا. زي بالظبط كده، هو لما تجيب الغوشه وتحطها في المقصم بتاعك خلاص، بين ما فيش ما لا مفر، لازم يبقى الامر انتهى بالنسبه للتتار وما يظهرش الجيش. وبعد ما يدخلوا كلهم عين جالوت كان مخبي كل الجيش بتاعه في السهول والوديان، وده وده الجيش مش باين خالص. في لحظة أول ما يدخلوا كلهم عين جالوت الجيش بقى يطلع كل الجيش. أدي الخطة اللي كان عاملها الرجل. التتار نفس الحكاية، الخطة مشيت بنجاح لحد ما دخلوا في الموقعة دي، والتتار خد الميسرة بتاعة الجيش المسلم كانت هتتهزم. عمل إيه قطز؟ رفع العمامة ورفع الخوذة اللي كان لابسها ورماها على الأرض وقال وإسلاما. الجيش كله ردد وإسلاما، الله أكبر. الجيش كله ردد الله أكبر. خرج الجيش عرمرم من مكانه، من كل مكان بقي يطلع منه مجموعة مجموعة مجموعة. التتار بقوا في النص. بين لحظة في خلال أربعة أيام كان التتار مباد من على وش الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. التتار اللي هزم العالم اتكسر على ايد المصريين، اتكسر على ايديكوا انتوا بفضل الله وقوة الايمان اللي عند المصريين. اتقتل من التتار اعداد ما قدروش يحصوا الاعداد، 100,000 200,000 ما حدش يقدر يحصل اعداد اللي اتقتل من التتار. اتقتل من المسلمين كم؟ 1,800. اتقتل منهم هم اضعاف اضعاف الى 700 ضعف كمان، لحد ما فروا فتحوا لهم جبهه، فروا منها على حلب ودمشق، وتابعهم وتابعهم الجيش المصري الاسلامي لحد ما فركهم. لا هلاك نفع ولا كتبغى نفع ولا جنكيز خان نفع ولا حاجه نفعت. التتار المعركه دي لو التتار هزم فيها مصر ما كناش عايشين على وش الارض النهارده، ما كانتش في حاجة اسمها مصر، ما كانش في حاجة اسمها عالم إسلامي، ما أسقطوا الخلافة الإسلامية، ما كانش في مسلمين. معركة وقفت المسلمين كلهم مرتين، رجعت الحق المغتصب لأهله، رجعت دمشق وما والاها وفلسطين وكل الدول الإسلامية رجعت لحضرة الإسلام. ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالإجابة.